موضوع تنمية الصعيد كان من الأمور الملحة على مدار العقود اللي فاتت. كنا بنتكلم عن أهلنا في وجه قبلي والتحديات اللي بتواجههم من غير ما يبقى فيه حلول حقيقية ليها. لما نبص على خريطة مصر هنلاقي إن في تفاوت بين كل منطقة وتانية، لأن ما كانش عندنا تصور متكامل أو خريطة تنموية متكاملة أو ماستر بلان. تيجي تعمل مشروع، الأرض كانت بتتوفر في المناطق المزدحمة، القاهرة، الجيزة، القليوبية وغيره، ولكن الصعيد ما كانش جاذب، مع أن الطاقة البشرية هناك مهولة والثروات والإمكانيات الطبيعية بخلاف الطبيعة الخلابة ملهمة ومحفزة. أيام الرواج السياحي تلاقي معظم اللي بيشتغلوا في شرم الشيخ أو الغردقة من الصعيد. ده معناه أن بيحصل زحف للمناطق دي لإيجاد فرص عمل مش متوفرة في الجنوب، مع أن عندهم كل مقومات النجاح. لما نبص على محافظاتنا ونتخيل أن مصر تبقى متحددة إداريا بطريقة عرضية، هنلاقي أننا هنبدأ من البحر الأحمر نروح للدلتا ومنها للصحراء في الغرب. تقسيم عرضي يدينا منفذ بحري ومنطقة زراعية على جناب نهر النيل وامتداد في الظهير الصحراوي يسمح بصناعات واستثمارات بجميع أنواعها. يعني أخلق مشاريع وفرص عمل وانتج وانقل وصدر كمان. كل منطقة عرضية من دول طبقا لدراسات وزارة التخطيط اللي كانت اتعملت لدراسة ممر التنمية والتعمير فيها إمكانيات وثروات وفرص تقوم دول. ده لو أخدنا أقل منطقة منهم وشفنا خيراتها هنلاقي إن دولة زي اليابان ما فيهاش الإمكانيات دي. من هنا موضوع الخريطة الصناعية اللي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة تبقى في غاية الأهمية، لأنها حددت المناطق اللي ممكن يتم الاستثمار فيها في الصعيد وغيرها. وموافقة الحكومة النهاردة على إنشاء وتنظيم هيئة عليا لتنمية جنوب الصعيد التابع لرئيس مجلس الوزراء في غاية الأهمية. ده اللي أعلنه وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي اللي متابع كل الأرقام فيك يا مصر، وعارف كويس قوي من خلال موقعه الحالي والسابق أهلنا في الجنوب محتاجين إيه. تنمية الصعيد يعود بالخير على كل مصر، لأن الجنوب مش بس سياحة اللي طبعا هي محتاجة تتعافى اليومين دول، الجنوب ثروة كامنة محتاجة تنطلق، واللي بنشوفه اليومين دول بيبشر بالخير. مساء الخير وأهلا بحضراتكم في برنامجكم أسواق وأعمال. مكملين مع حضراتكم في ملف الثروة الحيوانية، هنتناول ملف الأسماك النهاردة، إيه اللي تم تحقيقه في الملف ده للوصول لاكتفائنا الذاتي وتلبية احتياجاتنا، ده في فقرتنا الثانية والثالثة من البرنامج. أما دلوقتي فنبدأ بخبرنا الأول من وزارة التخطيط. الوزيرة هالة السعيد وافقت على اعتماد مبلغ 1.6 مليار جنيه كاستثمارات مطلوبة لتنفيذ المشروعات المتعثرة ومشروعات الخطة العاجلة بالمحافظات. أوضحت الوزيرة أن القضاء على مشاكل تلك المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات من خلال تعظيم كفاءة الإنفاق الاستثماري والاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارات حتى الآن. السعيد أشارت إلى أن الحكومة تولي أهمية بالغة لإعطاء دفعة قوية لإنهاء جميع المشروعات المتعثرة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وفقا لجدول زمني محدد. خبرنا الثاني من وزير البترول طارق الملا اللي قال ان رئاسة الوزراء وافقت على اتفاقيتين للبحث عن البترول، احداهما بخليج السويس والاخرى بالصحراء الغربية بتكلفة 34 مليون دولار. الكلام ده كان خلال مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء اليوم النهاردة، يعني اثناء اجتماع الحكومة الاسبوعي. النهاردة احنا كنا عارضين على مجلس الوزراء اتفاقيتين او مشروع اتفاقيتين للبحث عن البترول، وكان الاولى في منطقة خليج السويس وهي منطقة شمال شرق رمضان، وهذه المنطقة كانت ضمن المناطق التي كانت مطروحة في مزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول، وتم الترسيع عليها في هذه المزايدة على شركة بي بي، وكانت معروضة النهاردة لأخذ الموافقة في مجلس الوزراء، وقد تمت الموافقة عليها طبعا. وإحنا النهاردة الموضوع الثاني برضو اللي تم إدخاله مجلس الوزراء للحصول على الموافقة عليه هو أيضا اتفاق أو اتفاقية خاصة
في الصحراء الغربية، منطقة اسمها شرق البحرية. خبرنا الثالث والأخير من وزير المالية عمرو الجرحي، اللي قال إن الحكومة وافقت على تعديل مادتين بقانون الجمارك، حيث تم إضافة السلع ومستلزمات التعبئة المستوردة بمواد السماح المؤقت في القانون. أضاف الجرحي في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع الحكومة إن التعديلات تضمنت تقديم المستورد لضمان نقدي لإثبات الجدية. النهاردة الحقيقة ناقشنا في مجلس الوزراء يمكن تعديلين مهمين في قانون الجمارك، المادة 98 والمادة 130 مقرر، ودي خاصة بالسماح المؤقت للسلع المستوردة بغرض تصنيعها ثم إعادة تصديرها. اللي كان مهم في المواد دي أنه نمرة واحد بنضيف السلع والمستلزمات ومستلزمات التعبئة أيضا، عشان يبقى كل الرينج أو كل ما هو متطلب لتصنيع أي منتجات يبقى كل العناصر الداخلة في عملية التصنيع تبقى داخلة وتخش به ما يسمى بسماح مؤقت. الحاجة الثانية ان احنا خلينا انه ده يبقى مقابل انه المستورد بيحط ضمان. هنطلع فاصل ونرجع نبدأ حديثنا عن الثروة السمكية في مصر، فخليكم في أسواق وأعمال. استقرار تشهده سوق الأسماك منذ نوفمبر الماضي بسوق العبور، ليتراوح سعر البلط الأكثر تفضيلا لدى المستهلكين المصريين بين 18 و22 جنيها وفقا للحجم. ويأتي السمك البوري في المرتبة الثانية على مائدة اهتمام المصريين، ليتراوح سعره بين 35 و45 جنيها للكيلو. استقرار الثلاثة أشهر الماضية يعكس وفرة المعروض من الأسماك بالسوق المحلية. وفرة المعروض امتصت تأثير تراجع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء في السوق المحلي على الأسماك، لا سيما حالة الركود التي بلغت نسبته 40%، لتتراوح المبيعات بين 50 و60%. ورغم انكماش حركة الاستيراد، إلا أن السوق لم تتأثر نتيجة موسم الصيد الجاري، وتسعى الحكومة إلى سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك من الأسماك عن طريق إنتاج سلالات بمواصفات عالمية فاخرة. وتعد المشروعات القومية للاستزراع السمكي من أهم أدوات الحكومة، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأهيل العناصر المسؤولة عن تشغيل تلك المشروعات، سواء كانت الإدارة أو العناصر أو الأفراد القائمين على التنفيذ. أبريل المقبل موعد إنتاج باكورة مشروعات الاستزراع السمكي، وهو ما دفع التجار إلى التوقعات بانخفاض الأسعار بنسبة تتزايد كلما زادت الكميات المنتجة خلال الفترة المقبلة. وزارة الزراعة والتموين واجهت زيادة حلقات تداول الأسماك بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لطرح كميات من الأسماك بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. طيب، يبقى الفقرة دي هنتكلم فيها عن موضوع الأسماك، أسعار الأسماك. احنا سمعنا دلوقتي بيقولوا في استقرار في أسعار الأسماك من نوفمبر اللي فات، واتكلمنا امبارح عن موضوع الدواجن، اول امبارح اتكلمنا عن موضوع اللحوم. الموضوع الاسماك فيه تطورات طبعا بخلاف التطورات اللي في القطاعات التانية او في الفراخ وفي اللحمة، ولكن التطورات اليومين دول هي موضوع المزارع السمكية اللي احنا بنشوفها، اللي هي ابهرتنا كلنا وشفنا الافتتاح بتاعها في الفترة اللي فات. عايزين نعرف المشروعات دي هتحقق لنا ايه، هنشوف نتائجها امتى، وايه اللي بيتعمل بخلاف المشروعات دي في قطاع الاسماك. ضيفنا وضيفكم الاستاذ محمود سالم، رئيس الاداره المركزيه للانتاج والتشغيل بالهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه. محمود بيه، اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا سعيد بالاستضافه، رب اكون ضيف خفيف على القناه وعلى الساده المشاهدين. انت مشرفنا ومنورنا. أنا تحت امرك. دلوقتي بقى يعني موضوع السمك ده مهم جدا، مهم طبعا للبلد والمواطنين، وانا يهمني بشكل خاص ان انا من اكيل السمك، يعني بحب الـ 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 السمك. شيء جميل. لما ببص على المزارع السمكيه اللي بتتعمل، المبهره اللي بتتعمل، واشوف مش بس المزرعه ولكن الخدمات اللي حوالين المزارع، بنبهر. ولكن بدور على السمك فينه؟ سؤال منطقي جدا وجميل جدا، بس انا عايز اقول حاجه صغيره في الاول خالص. لولا السمك
كان كيلو اللحمه الحمراء اللي هي العجول والبقر والكلام ده كله وصل حوالي 250-300 جنيه. السمك هو اللي عامل في اللي عامل التوازن في اسعار اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء احنا ما عندناش اي ميزه نسبيه في انتاج اللحوم الحمراء، ما عندناش مراعي طبيعيه زي السودان، فكل مكسبات الاعلاف والكلام ده كل اللحوم الحمراء بنجيبها من نستوردها من الخارج بالعمله الحره. الاسماك لا، الاسماك لا، هو اللي عمل التوازن. يعني كيلو البلطي لو انت مثلا اسره مكونه كيلو البلطي بقى 25 جنيه كان من سنه، بس فرق تحليل سعر الصرف والكلام ده كله هو رفع سعر البلطي من 15 جنيه ل 25 جنيه و30 جنيه. لكن حاليا سعر وده انت بتقول ايه؟ انت بتقول ب 25 او 30 جنيه، انت بتتكلم من الحلقه ها، انت ما بتتكلمش من المحلات العاديه. ما هو من الحلقه فعلا، هو من الحلقه بيوصل يعني وصل النهارده البلطي ب 21 و20 جنيه من مكان استزراعه. من مكان استزراعه انقله بقى ووديه لمكانه. الفراخ اللي استوردتها وزاره التموين والكلام ده كله اللي هي في السوق دلوقتي والكلام ده كله أثر في أسعار الأسماك، لأنه كله بدأ يتجه للفراخ بسبب رخص سعر سمك، رخص سعر الفراخ في الفترة الأخيرة بس. في الفترة اللي هي من أسبوعين ثلاثة. لكن كسمك يعني مثلا أنا هقول عليك حاجة، لو أنت عندك أسرة من أربع أفراد هتجيب 2 كيلو سمك هتقليهم بزيت وشوية سلطة وشوية رز، هتكلفك الوجبة دي كلها بالأسعار دلوقتي 60-70 جنيه. يعني نصيب الفرد في الوجبة دي 15 أو 20 جنيه. ووجبة بروتين حيواني نظيف وآمن وصحي. وبالمناسبة السمك أحسن حاجة أو أحسن أكلة أو أحسن غذاء، بيغسل الدم الكوليسترول العالي اللي فيه. اليابان ما عندهمش أمراض قلب، بس بدأت تغزوهم أمراض القلب دلوقتي، لأن بدأت الوجبات الأمريكان السريعة الهمبرجر والسوسيس بدأوا يغزوا اليابان، لكن قبل كده ما عندهمش أمراض قلب ولا تصلب شرايين. بس التوقعات إن بسبب المزارع السمكية ونقدر نسميها النهضة في هذا القطاع اللي شغالة اليومين دول، التوقعات ان الوجبة ما تكلفش رب الأسرة الستين جنيه، لا ده احنا متقاعدين تقل كسعر وتزيد او تزيد كجودة. انا هقول حاجة، لولا اهتمام القيادة السياسية بموضوع السمك ما كناش شفنا الطفرة اللي في مشاريع السمك دلوقتي وانتاج السمك. في مشروع بركة غليون بتاع الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، المشروع ده ملحمة وإنجاز على مستوى الشرق الأوسط كله. دي مزرعة على حوالي 20,000 فدان على 4 مراحل، بتنتج كل أنواع الأسماك، المارين ووتر البحرية والفريش ووتر أسماك المياه العذبة، يعني بينتج دنيس وقاروس وجمبري ولوت وقار بالإضافة إلى البلطي والعائلة البورية. في مصنع تصنيع أعلاف جوه المشروع، في مصنع اللي هو للتلج مصنع للتلج واللي هو ما بعد الحصاد اللي هو نظام الفليهات والتصنيع والتشفية والكلام ده كله، ملحمة يعني عملت نهضة في هذا المكان للقرى المحيطة بالبركة نفسها اللي هي بركة. أنا دلوقتي بقى كمشاهد لما شفت الملحمة دي توقعت إن أشوف الإنتاج ده، ليه ما شفتوش لغاية دلوقتي؟ المشروع ده مش up to date، المشروع ده على 4 مراحل. بدأنا المرحلة الأولانية دلوقتي، بدأنا ننتج سمك بس الناس مش حاسة بيه ليه؟ الكميات قليلة مع عددنا الكبير. هو اللي افتتح ده نسبة قد إيه من المشروع؟ حوالي 2000 فدان. يعني كام؟ يعني كام في المية؟ حاجة حوالي 15% 20% بالكتير. يعني لسه المشروع ليه مراحل. 20,000 فدان على 4 مراحل، المرحلة اللي افتتحت. والمرحلة الأولى يعني إيه؟ في وسط أعدادنا ال 90 مليون أو ال 110 أو ال 102 مليون أو ال 103 مليون، مهما الإنتاج ينزل، طب ما على الناحية الثانية هيئة قناة السويس لها مشروع إنتاج سمكي برضه أكثر من رائع. وهناك مشروع قائم برضه هتعمله الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية في ملاحة بور فؤاد على مساحة 20,000 فدان برضه. أسماك مياه بحرية فقط، دنيس وقاروص ولوط وقار وجمال. يبقى دي 20,000 فدان في بورسعيد و 20,000 فدان في غليون، في غليون وحوالي 4,000 او 5,000 فدان بتوع حيط قناه السويس اللي هم في احواض الترصيب على ضفاف حيط قناه السويس او الناحيه الشرقيه من يعني قناة. بس في المنطقه دي بتكلم على 45,000 فدان مزارع سمكيه. بالظبط كده. في مشروعات تانية الهيئه بقى بتعملها دي. يعني موضوع السمك دلوقتي بقى يخش في اي مشروع في اي تنميه في اي مكان. يعني احنا بنعيد بناء قريه الروضه دلوقتي، بنعمل اعاده تاهيل الهيئه العامه للثروه السمكيه اللي هي تبع وزاره الزراعه. تبع وزاره الزراعه. مركز بير العبد بيتعمل له اعاده تاهيل دلوقتي وتنميه وتطوير والكلام ده كله.
كان احد اهم المشروعات فيه، عملنا مزرعه سمكيه على مساحه 1000 متر على مساحه 8 احواض ري من الابار. 1000 ايه؟ 1000 متر. حاجه اسمها مزرعه مكثفه، مزرعه نموذجيه مكثفه. دي بتطلع ايه، زريعه ولا بتطلع؟ لا بتطلع سمك. ان شاء الله هيكون من هنطلع خلال يعني هنشتغل على موسمين جوه صوب على اساس نثبت درجه الحراره ونشتغل موسمين. الدوره الواحده هتطلع لي 25 طن في من 1000 متر فقط. هو انا احتياجي قد ايه يا محمود بيه؟ احتياج مصر يعني كاستهلاك بنحتاج قد ايه؟ هو احنا انتاجنا دلوقتي 1,800,000 طن. هنوصل خلال 1,800,000 طن خلال السنوات القادمه ان شاء الله هنوصل ل 2 مليون طن، وده بمتوسط الانتاج العالمي. والكلام ده كله يبقى مصر بتحتل مرتبه في انتاج سمكه البلطي بالذات. مصر اولى دول حوض البحر الابيض المتوسط في انتاج سمكه البلطي، بنطلع حوالي 1,300,000 طن بلطي. طيب ايه حضرتك بتتكلم دلوقتي 1,800,000 طن ده انتاجنا، استهلاكنا قد ايه؟ احنا بنستورد حوالي 265,000 طن، ده استيراد، وفي في المقابل برضه بنصدر حوالي 200,000 طن اللي هي اللي بنصدر اسماك عاليه القيمه والجوده زي الدنيس بتاع بحيره البردويل، القاروص، الوقار، اللوت، وبنستورد سمكه شعبيه زي الكوماري، الماكريل، الاسماك المجمده دي على اساس الطبقه الشعبيه اللي هو الاسماك المجمده اللي هي بتنزل كراتين كده مجمده. في ليه الابيض ده؟ لا مش في ليه، سمكه يعني سعادتك شوفها زي التونه كده. فهي دي بتنزل بتلاقي العلبه بتاعتها مستطيله كده وطويله، فبتنزل بتتباع في السوق يعني السعر بتاعها بحوالي 30 جنيه 35 جنيه، بتتعمل صواني او بتتقلي او يعني لما تيجي تقول احنا بنصدر وبنستورد ده بيغطي ده، يعني احنا استهلاكنا هو 1,800,000 طن؟ 1,800,000 طن. طب ما دام ده استهلاكنا ليه الاسعار عاليه؟ ليه الاسعار بتزيد؟ اللي عمل السقطه كلها في الاسعار تحريض سعر الصرف. ليه؟ انا لما حررت سعر الصرف بجيب كل مستلزمات العلف المركزات بتاعت الاعلاف بالدولار، فرفع سعر الاعلاف. سعر الاعلاف يعني النهارده كيلو العلف ال 25% طن العلف ال 25% بروتين ب 8,600 جنيه، يعني كيلو العلف للسمك وصل حوالي 8 جنيه 9 جنيه كيلو العلف اللي بياكله السمك. الكيلو ده بيديني قد ايه سمك؟ 1 لـ 1.5 و1 لـ 2، يعني كل طن سمك محتاج 2 طن علف او طن ونص علف. هو ده اللي رفع السعر، هو ده اللي غلى الاسعار. لكن قبل تحرير سعر الصرف برضه في موضوع اللي هو استيراد التصدير لدول الخليج لسمكه البلطي والعائله البوريه، ده برضه كان ليه دور في الامر، اضافه الى جشع التجار بقى. يعني انا بقول لمعاليك السمك في المزرعه دلوقتي ب 20 جنيه و19 جنيه بيوصل للمستهلك ب 35، وانا ده كثروه سمكيه كهيئه الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه ماليش دور فيه، لان انا دوري انتاجي بحت. طيب النهارده لما بتتكلم حضرتك بتقول انتاجنا 1,800,000 طن في السنه، 20,000 طن. المزارع السمكيه اللي حضرتك اتكلمت عليها دول المفروض يزودوا الطاقه الانتاجيه بتاعتنا قد ايه؟ اللي جاي بقى ان شاء الله، اللي جاي ما احنا قلنا هيبقى فيه زياده 200,000 طن، لان احنا هنوصل ده من الثلاث مزارع؟ خلال الخمس سنين اللي جايه ان شاء الله بنحاول نوصل 2 مليون طن او 2 مليون و200 الف طن خلال الخمس سنين الجايه، بمعدل ان شاء الله لو في عمر هيبقى كل سنه 100,000 طن زياده في الانتاج بتاعنا. لكن اللي بيهدر كل هذا الزياده السكانيه. ما انا كنت لسه هقول لك، هل الزياده دي متماشيه مع الزياده السكانيه؟ بقدر الامكان بنحاول فيها دي، لكن زيادة. طب حضرتك اتكلمت على الثلاث مزارع دول انتاجهم متوقع ان على مدار الخمس سنين يطلع لنا 200,000 طن. ايوه. مش في مزارع تانية؟ في مزارع، ما انا بقول يعني سعادتك خدتني بس يعني نسلسل الافكار. قول لي الباقي. يعني مزرعه الروضه دي مثلا 50 طن في السنه لقريه الروضه اللي في العريش اللي في شمال سينا. طبعا السمك هينزل لاهالي شمال سينا. في امور كتيره يا استاذ ايمن انا ما برتبطش فيها بالانتاج، في عوامل اجتماعيه اخرى بتحتم على، يعني في الوادي الجديد بعمل مزرعه دلوقتي 25 فدان في الوادي الجديد ونزلت فيها بالمناسبه قريه الروضه، المزرعه اللي في قريه الروضه انا نزلت فيها زريعه دلوقتي بوري وطوبار، وان شاء الله في شهر 3 هنزل فيها بلطي احمر، هربي فيها بلطي احمر. سمكه البلطي الاحمر دي سمكه ما شاء الله، ان شاء الله ربنا ييسر الحال وتمشي السمكه في مصر، ليها مستقبل واعد جدا جدا جدا، بتحمل البروده العاليه،
بتتأثر ما بتحمل الملوحة، سمكة هتبقى مواصفاتها زي الفل وهتنزل في السوق. الهيئة ليها استراتيجية في الأول وفي الآخر إنتاج منتج سمكي آمن وصحي ونظيف مطابق للمعايير والمواصفات القياسية العالمية. مستحيل هنزل منتج سمكي في السوق ملوث، مستحيل. واحنا عندنا مناطق بقت ملوثة فعلا، عندنا طبعا البحيرات بتاعتنا بتعاني من التلوث، ولكن الحمد لله برضو احنا ماشيين في الموضوع ده بخطة ثابتة قوي وجميلة قوي في كل البحيرات بتاعتنا الشمالية. ربنا ييسر الحال ان شاء الله. طيب البحيرات دي هنتكلم فيها. الوادي الجديد حضرتك ما قلتليش انتاجها هتبقى ايه؟ مزرعه 25 فدان بنعملها في الوادي الجديد. انتاجها هيبقى 125 طن في الموسم، هنوصل لحوالي 300 طن في السنه ان شاء الله، وهنبدا نوصل السمك البلطي بقى كده برضو في منطقه محافظه زي الوادي الجديد اللي السمك فيها برضو لسه كتير من القرى بتاعتنا والمحافظات بتاعتنا، خاصه الوجه القبلي والمحافظات زي الوادي الجديد والمناطق دي السمك برضو مش منتشر فيها ومش زي اللحوم الحمراء يعني. طب كلمني عن المصادر. في محافظة حاول برضو فضل. في مصنعة تانية بنعملها على دي بقى الرئيس السيسي وصى وزير الزراعة 20,000 فدان اللي حتم استصلاحهم، بدأنا بكور الشغل فيها إن شاء الله. مزرعة سمكية على مساحة 3,000 متر إن شاء الله. المزرعة دي هتطلع حوالي 300 طن في السنة برضو، النظام المقفول جوه صوب الكلام ده كله، وبنظام إعادة الاستخدام، لأن في الأماكن دي منطقة دي في بالمناسبة محافظة المنيا مركز بني مزار، في المناطق دي شح المية، فكل المية اللي بتبقى طالعة مية أبار، فاحنا هنشتغل على مية الأبار الأول وندي المية بمخلفات السمك كمخصبات للارض الزراعيه اللي هو بنظام اعاده الاستخدام يعني او يعني. كسماد او ريسايكليشن، باخد الميه بتاعه السمك صرف السمك بروي بيها الارض الزراعيه سماد للارض الزراعيه، وبتطلع محاصيل اللي هي اللي زي ما بيقولوا الاورجانيك بدون استخدام سماد او ما الى ذلك. عايز ارجعك كده بقى كام سنه كده لورا، نرجع فلاش باك ونشوف السمك بتاعنا كان بيجي منين زمان. اتذكر وانا يعني شاب كان في سمك بيجي لنا كراتين من بحيرة ناصر في ليه، وده وكان من اروع انواع الفيليه اللي الواحد دقها في حياته، وفجأة اختفت. ايه اللي حصل في بحيرة ناصر؟ هي ما اختفتش، هي بحيرة ناصر دي مساحتها مليون. البحيرة الحمد لله ما اختفتش، بس يعني السمك اللي فيه السمك الفيليه انا كنت بجيب منه وباكل منه برضه. كنت والله بشحنه في الطياره لما اكون في اسوان وانا راجع بجيب كرتونه كده يعني والفكره كلها هي ما اختفتش. لكن بحيرة ناصر مساحتها مليون و350 الف فدان، مساحه كبيره جدا. بحيرة ناصر امن مصر المائي، مشكلة بحيرة ناصر دي مشكلة أمن قومي. بحيرة ناصر أنا يعني كل المعاهد البحثية قالت في بحيرة ناصر قالت إن الإنتاج السمك اللي ممكن يطلع من بحيرة ناصر مستحيل يتجاوز 45-50 ألف طن في السنة. إحنا بنطلع النص دلوقتي بالظبط 22,000 طن من بحيرة ناصر. بحيرة ناصر أنا بنميها بس بإلقاء الزريعة، لكن ما أقدرش أرمي فيها علف صناعي، ما أقدرش أعمل فيها أي مشروعات. أنا عندي ثلاث مفرخات في بحيرة ناصر في أسوان، الثلاث مفرخات دول كل شغلهم بلطي، كل الزريعة اللي بتطلع بنمي بيها بحيرة ناصر. السنة دي الهيئة رمت الحمد لله رب العالمين، وده كان إعجاز برضو، إن أنا رميت 20 مليون وحدة بلطي أو زراعية بلطي في بحيرة ناصر، كل ده لتنمية المخزونات السمكية. برضو بحيرة ناصر نقدر ننمي فيها، بنعمل إيه السنة دي والسنة اللي فاتت، وإذا تمت وبنجاح والأول مرة بهذا النجاح في بحيرة ناصر، فترة منع للصيد. يعني منع إيه؟ فترة زي ما احنا بنقول كسمكين راحة بيولوجية للمسطح المائي عشان التكاثر، ما اصطادش الأم الحاملة للبيض بداية من شهر 15/3 ل 15/5 في بحيرة ناصر، تنزل البيض تعمل الأم تنزل البيض وهكذا، لأن الأم هي حاملة البيض يا أستاذ أيمن بتبقى زي الست الحامل كده ماشية على الرصيف لوحدها كده، نفس الشيء بالنسبة لبحيرة ناصر. يعني ممكن لو الصيادين نزلوا في الوقت ده يجيبوا الأمهات الحاملة للبيض دي بإيديهم،
لان هي بتبقى سرعتها الحركه والمناوره السمكه بتبقى حامله للبيض تقيله ما بتقدرش تتحرك. السنه دي ان شاء الله هيبقى في فتره منح، وكل دي لتنميه المخزونات السمكيه في المسطح المائي للبحيره. تيجي من شهر 6 تبتدي تصطاد تاني؟ ابدا من 15/5 اصطاد تاني لغايه 15/3 الموسم اللي بعديه. وكافه المحافظ اسوان اللي هو مجدي حجازي في تنسيق على اعلى مستوى، الجهات الامنيه، حرس الحدود، شرطه المسطحات، منظومه في بحيره نصر بتتم دلوقتي بخصوص ان على اساس ان فتره المنع تكون فتره منع حقيقيه ما فيهاش صيد ما فيهاش صيد. دي بالنسبه لبحيره نصر. كان في كلام ان التماسيح في بحيره ناصر بتاكل السمك والسمك بقى متوحش هو التماسيح. الكلام ده ايه؟ موضوع التماسيح في بحيره ناصر، طبعا موضوع التماسيح ده وزاره يخص وزاره البيئه في الاول وفي الاخر، هي اللي منع صيد التماسيح. ولكن التماسيح اساسها غذائها الاساسي النباتات الرميه، الحيوانات الرميه او المتعفنه، يعني هي اكلها الاساسي الرميات، وكان اساسي بره الميه او في الميه بس. بس مفيش اكل، هتاكل السمك، هتاكل السمك. لكن الحمد لله كل يعني تاثير السيطره تاثير المخزونات السمكيه في بسبب كثره اعداد التماسيح في البحيره مش متاثره كتير، بجد مش متاثره لا كتير. لا لا لا، كل الكلام اللي احنا بنسمعه، لان الكلام ده بيجي لنا طلبات احاطه في مجلس النواب وكده بهذا الكلام، لكن بالامانه فعلا ان التماسيح مش مؤثره تاثير سلبي بالقدر اللي يخوف على المخزونات السمكيه في بحيره مصر. تشكى فيه امكانيات فيها؟ تشكى فيها امكانيات، بس مع انخفاض منسوب المياه في نهر النيل وكده فهيبقى تشكى ليها وضع. طب قول لي ايه المزارع الثانيه التقليديه اللي موجوده عندنا غير بحيره ناصر وغير الصيد من نهر النيل وغير البحار؟ هو في يعني احنا عندنا حوالي 300,000 فدان مزارع سمكيه في دمياط، في بورسعيد، في حوالين البحيرات الشماليه بتاعتنا بالكامل، في كفر الشيخ، في الفيوم، مزارع ملك في الفيوم، حوالين البحيرات بتاعتنا كلها لينا 200 متر ولايه الثروه السمكيه، دي بنقيم فيها مزارع سمكيه خاصه او اهليه زي ما احنا بنقول. والحمد لله الناس دول شغال، زي ما بقول لسعادتك انتاجنا من سمكه البلطو ده من المزارع كله 1,200,000 طن. في المجمل العام انتاجنا كله من الاستزراع السمكي 77% من اجمالي انتاجنا اللي هو 1,820,000 طن، 77% من الاستزراع و23% من مصادرنا الطبيعيه، لان بنعاني من نقص حاد في مخزوناتنا السمكيه ومحتاجين ننمي البحرين بتوعنا الابيض والاحمر تنميه حقيقيه. اللي حضرتك بتقوله ان ما عندناش فجوه بين الانتاج والاستهلاك، ده اللي انا فاهمه. تحت السيطره. الفجوه مش عاليه. وتحت السيطره دي لكن محتاجين انتاج تاني، لكن ليه؟ تحت السيطره دي معناتها ان الطلب يوازي الاستهلاك، يبقى الاسعار ما بتعلاش، ولا انا فاهم غلط؟ لا لا عفوا الاسعار مش بتعلى، المستلزمات الانتاج هي اللي بتزيد، ده انا ماليش دور فيها. يعني مستلزمات الانتاج، الغزل، الشبك، العماله، العلف، فاوتوماتيكلي لازم كل حاجه تزيد مع المنتج النهائي هو اللي لازم يزيد. يعني انا مثلا انا بشتغل دلوقتي كل شغلي ايه؟ البلطي والسمكة الشعبية الاولى في مصر دي اللي انا مركز عليها حاليا، على اساس ان انا ايه اعمل ثبات فيها، ازود الكميات فيها، يبقى في اكتفاء ذاتي من السمكة دي. عايز بقى اعمل ايه تاني؟ السمكة المياه البحرية بقى اللي هي عالية القيمة وعالية الجودة زي الدنيس والقروس والوقار والايل الحنشان دي، بقى اللي انا عايز اعملها كسمكة تصديرية عشان تجيب لي عملة صعبة في وقت احنا بنعاني فيه من قلة الصعب. يعني الانتاج اللي بيطلع دلوقتي مش كله طالع، الانتاج الجديد اللي طالع مش كله طالع تصدير. وانا لو السوق عندي قابل والقرى السياحيه عندي والسياحه رجعت لعودتها ونشاطها، كل القرى السياحيه اللي عندي في الغردقه وفي شرم الشيخ والمناطق دي كلها هتبدا تستهلك الانتاج ده. لا اصل كان الكلام هو ان علشان نجيب عمله صعبه تغطي تكلفه المشاريع دي فلازم في المرحله الاولى ان احنا نصدر. ده في المرحله الاولى، لغايه لما اوصل لمرحله ايه؟ ان انا بدات اتشبع من التصدير، ابدا ابص للسوق المحلي. يعني احنا التصدير هو الاولويه دلوقتي. هو الاساس طبعا مفيش شك، وتصدير اسماك المياه البحريه. نطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع الاستاذ محمود سالم رئيس الاداره المركزيه للانتاج والتشغيل بالهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه، فخليكم في أسواق وعمل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ضيفنا وضيفكم المهندس محمود سالم، رئيس الاداره المركزيه للانتاج والتشغيل بالهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه، يعني الراجل المسؤول عن الثروه السمكيه اللي عندنا في مصر تابعه لوزاره الزراعه. اهلا وسهلا بحضرتك مره تانية. حضرتك قلت ان المرحله الاولى من المزارع السمكيه بيتصدر انتاجها علشان احنا محتاجين عمله صعبه تغطي تكاليف التشغيل والمشروعات اللي اتعملت. امتى نشوف المنتج ده يدخل السوق عندنا؟ هو احنا يعني احنا هنمشي في خطين مع بعض بالتوازي. انا هصدر ده في المقام الاول، وبعد كده اللي هيزيد عندي او ما زاد عندي هنزله في السوق، وخاصه اللي انا هصدره هيزيد ايه اذا كنت انت شغلت 10% بس في المرحله الاولى؟ هقول معاك حالا دلوقتي. انا هشتغل دنيس واروس سمكه تصديريه، هو السمك يعني في اوروبا وامريكا والناس مش هياكلوا البلطي والكلام ده، فهو انا بصدر الدنيس والاروس. وانا بصدر الدنيس والاروس فيجي في وقت ان بدا الموضوع التصدير الانتاج زاد، فكميات التصدير بدات كميات مع زياده الانتاج التصدير هيقل، مش هيقل، هيبدا في وفره، خلاص في ليميت للطلب بالظبط كده، في وفره في السمكه دي، هبدا انزلها في السوق، وهبدا انزلها اولا في السوق مش برضو مش للمستويات الدنيا او المستويات الشعبيه، او لان هي السمكه دي طبعا غالي، يعني سعر الكيلو الدنيس دلوقتي في السوق 170 جنيه اللي هي الدنيس والقاروص والاسماك دي. بيتباع في كام بالمزرعه؟ يوصل 100 جنيه في المزرعه، 190 اللي هي السمكه السوبر اللي هو الثلاث سمكات في الكيلو. هي دي كمان فيها سوبر؟ مش سجاير، دي سمك. طيب يعني الانتاج هنشوفه لما السمك ده هنشوفه لما انتاج المزارع دي يوصل لمرحلة ان الطلب عليه بقى متشبع. بالظبط كده، ابدأ انزله السوق المحلي بقى زي ما بيقولوا او اللوكال. طب امتى اشوف الاسعار بتقل؟ ما برضو الاسعار لما يزيد بقى الانتاج كدا. يدخل السوق في وفرة من الانتاج، هيبدأ في توازن في الاسعار وتبدأ الاسعار تقل. ايه اللي يخليني اكل سمك دلوقتي بالاسعار دي؟ معلش يعني انا برضو النهارده لما حضرتك الاول اتكلمت قلت لي ايه؟ قلت لي الوجبه هتكلف في الاسره 60 جنيه البلطي. ماشي بولت، بكلمك على البلطي 60 جنيه وجبه، ما دي كتير على الاسره، مش قليل يعني نصيب الفرد في الوجبه 15 جنيه. بص على الدخل يعني. عندك مشكله. طب لو معليك بقى جبت وجبه لحمه، كيلو لحمه او كيلو ربع لحمه ب 100 جنيه وجبت انا ما بقارنش، انا ما بقارنش باللحمه او بالفراخ. انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على دوله فيها نهر النيل العظيم، وفيها بحر احمر، وفيها بحر ابيض متوسط، وفيها مزارع سمكيه، واخد بالك؟ يعني هدي لك مثل. حضرتك النهارده بتقول لي بحيره ناصر السمك بتاعها موجود وبتطلع 22000 طن في السنه. ايوه فين المنافس بتاعتكم؟ مش كان في زمان منافس تبعكم بتتباع عن طريقها؟ فينها؟ أنا أول ما قلت المعليك أنا دوري بينتهي عند مرحلة الإنتاج كالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. البيع ومنافذ البيع وهذا الكلام ده بيخص وزارة التموين والتجارة الخارجية. اللي أنا عايز أقوله برضه بمناسبة إن أنا فين المنافذ بتاعتي وفين دور هيئة الثروة السمكية في العمل على ضبط الأسعار. أنا دلوقتي في بروتوكول موقع مع وزارة التموين ما بين معالي وزير الزراعة ومعالي وزير التموين. البروتوكول ده كان من السنة اللي فاتت واستمر السنة دي. السنة دي احنا خصصنا مزرعة اسمها مزرعة بلسيق السمكية حوالي 1000 فدان أو 1500 فدان. دي خصصنا إنتاجها بالكامل اللي بتاخده مني دلوقتي شركة التسويق. حوالي 2000 طن. تابعة لوزارة التموين. تابعة لوزارة التموين وبيتنزلوا في منافذها. وبأسعار مش عايز أقول لك، وصل سعر البلطي كيلو البلطي السوبر في الأسعار اللي خدت بيه الشركة الشركة المصرية لتسويق الأسماك حوالي 14 جنيه و15 جنيه. بينزل للمستهلك في السوق بحوالي 18 جنيه. ولكن الناس مش حاسة بيه ليه؟ العدد كتير والمنافذ أقل والكميات المعروضة أقل برضه. لان احنا يعني السنه اللي فاتت هيتم يبقى عندنا 3 مزارع حكوميه بتوعنا بلسيق والمنزله والزاويه، ان شاء الله شركه التسويق هتبدا تتعامل مع المزارع الثلاثه بتوعنا وتاخد انتاجهم بالكامل وهيبداوا ينزلوه في المنافس برضه بتاعتهم باسعار تعاونيه وتنافسيه. ولكن دول في ظل المعروض ككل مش هيبانوا، الكميات دي مش هتبان،
3000 طن 4000 طن 5000 طن في وسط 1,200,000 طن مش هيبان، لكن احنا بقدر الامكان والمستطاع بنحاول ننزل برضه في هذه المنافذ الكميات اللي احنا بنقول عليها دي. لما بتكلمني بتقول لي ان احنا بننتج 1,800,000 طن حاليا، والمستهدف على الخمس سنين الجايين ان احنا نوصل 2,200,000 طن. مش متواضعه شويه الارقام دي مقارنه باهداف في القياده السياسيه؟ لا 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 لا، يعني اعتقد لما تيجي كده تعرض الموضوع ده على القياده السياسيه وانت شايف طريقه الشغل بتاعتها وتحقيق الاهداف وقبل الميعاد وبتاع، هل الرقم ده مناسب للزياده السكانيه والاستهلاكيه وتطلعاتنا في هذا القطاع؟ في حاجه انا محكوم بيها كويس قوي يا اخ ايمن. ايه هي؟ التمويل. مصر دولة فقيرة في الأول وفي الآخر. أنا عايز أعمل مشروع. لا أنا مختلف مع حضرتك في هذا الموضوع، أنا مش متفق معاك في إن إحنا دولة فقيرة. أه طبعًا. لا يعني أنا طبعًا. طب ما أنا هقول عليك حاجة. طبعًا. طب أنا عايز أعمل مشروع بمليون جنيه. تمويل المليون جنيه بعد كده بيبقى مشكلة. حسب المشروع، ما أنت عندك دلوقتي مبادرة البنك المركزي في المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأنت لما بتتكلم مشروع متوسط. لما بتتكلم على مليون جنيه بتتكلم على مشروع صغير. أنا بقول فرضا جدلا. أنا بقول فرضا جدلا. لكن أنا بتكلم فيه، أنا دلوقتي التمويل، مشكلة التمويل من خلال وزارة المالية يعني أنا ليا موازنة المفروض تزيد. العكس بتقل. موازنة هيئة الثروة السمكية. يعني هي مشكله، ودي مشكله مصر كلها. يعني حضرتك هنا بتتكلم على امكانيات هيئه الثروه السمكيه، تمويل اللي بيجي امكانياتها التمويليه. امكانياتها التمويليه كلها التمويليه، بس بالطريقه الجديده اللي شغاله. اعتقد ان في اساليب جديده لدخول شركات خاصه، استثمارات مشتركه مع هيئه الثروه السمكيه. ده كلام جميل. الشراكه الخاصه، بدأنا نعمل شراكه، وبدأنا نخش دلوقتي في تأجير مزارع 1000 فدان و2000 فدان. في الفترة الأخيرة دي احنا عارضين وماشيين في إجراءات في مشروع اسمه مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية في اسكندرية. 5200 فدان احنا عارضينه للتأجير لراغب الاستثمار في هذا المكان المجال، وفي تنسيق مع الدكتورة منى زوبع رئيس هيئة الاستثمار في هذا الأمر للترويج للمشروع في مزرعة اسمها مزرعة الزاوية السمكية عندنا 1000 فدان، برضه طرحينها للتأجير للشراكة. الكلام ده كله عشان نحسن الهياكل التمويليه لهذه الاماكن، بدل ما كان بيديني مثلا سي 1000 طن، انا عايز المستقبل واجيب منه والمخطط له اجيب منه 5000 طن و10000 طن. يبقى اذا ال 2.2 مليون طن مش ده الرقم اللي هو اللي انتوا عايزين تحققوه. انتوا عايزين تحققوا اكتر من كده، بس في فضل، بس في شويه تحديات محتاجين تتغلبوا عليها. واحد، التمويل مهم. اتنين مثال بعد موضوع التمويل، الكوادر موجودة، كل حاجة هتبقى موجودة وميسرة طالما التمويل متاح. التمويل فقط هو المشكلة الثروة السمكية في مصر. يعني ما عندكش حاجة غير موضوع التمويل؟ التمويل ما عندكش أي تحديات تانية بتواجهك؟ الكوادر بتاعتي، عندي المصانع بتاعتي، عندي مصانع الأعلاف. ما هو التمويل هيوفر لي كل حاجة. هل احنا مواكبين للتطور التكنولوجي في هذه الصناعة؟ انا قلت لسعادتك ان احنا اولى دول الحوض البحر الابيض المتوسط في انتاج سمكة البلطي. لا انا ما بتكلمش على العالم كله، احنا الثاني او الثالث بعد الصين في البلطي. في البلطي مبدعين في البلطي. يعني لما بشوف مثلا مزارع السمكية بتاعت غليون مثلا، بركة غليون، وبشوف اللي معمول حوالين المشروع من تعبئه وتغليف، من مصانع، من الخدمات، من الـ 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 المكان نفسه، ما اعرفش بتسموه مجزر بقى ولا بتسموه ايه، اللي هو المصنع اللي بيصنع بعد الحصاد. بشوف الكلام ده بحس ان هو احدث تكنولوجيا. يعني انا شفت الكلام ده من كام سنه في اليابان يعني، فانا فخور بيه. هل ده نقدر نقول انه موجود في الباقي؟ ده موجود في الباقي، وده نواه لحاجات جايه بعد كده كتير ان شاء الله. بس احنا بس محتاجين ايه؟ بركه غليون هينتهي، هيبقى في غيره، وممكن بركه غليون هو شغال هيبقى في غيره شغال برضه. يعني هم اشتغلوا بركه غليون دلوقتي، هم ما اشتغلوش لغايه دلوقتي في شرق التفريعه في سهل الطينه في ال 20,000 فدان اللي هناك. مخطط هيبقى فيه شغل بنظام مختلف تاني، وهيبقى سمك بحري كله بنظام حاجه اسمها المسيجات وكلام زي كده. واللي عمله في بركه غليون هيبدا يعمله في شرق تفريعه قناه السويس. في حاجه مهمه جدا، البطاله
في هذا الامر ليها دور ناس كتير قوي من محافظه كفر الشيخ ومراكز محافظه كفر الشيخ اللي جنب مشروع بركه غليون بداوا يشتغلوا هناك وبداوا في صناعات اخرى على هذا النشاط. دي منطقه بتطلع هجره غير شرعيه ومنطقه الجزيره الخضراء ومطوبس والكلام ده كله. بدات دلوقتي الدنيا تتغير، التركيب الاجتماعي كله للمكان بدا يتغير بسبب هذا المشروع. فده هنشوفه في المناطق الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. في مقترح في مطروح، في فصحى هتتعمل في مطروح لسمكه التونه. في مطروح سمكه التونه، سمكه التونه اللي بتنقرض. ايوه، على ساحل البحر الابيض ان شاء الله. برضه بالتنسيق مع الشركه المصريه الوطنيه وبرضه بالتنسيق مع القطاع الخاص ان شاء الله. ده لازم يدخلوا فيها اليابانيين دول، ده عندهم خبره كبيره في موضوع التونه. وكل العالم دلوقتي شغال في التونه زي الفل. يعني الاتراك اليابانيين، لكن هو اكبر مستهلك لسمكه التونه في العالم هو اليابان. النهارده حضرتك بتقول ان التكلفه، تكلفه الغذاء لوحده في العلف، العلف كيلو العلف بتتكلم 8 جنيه 9 جنيه 9 جنيه في الكيلو. في الكيلو 9 جنيه 8 كيلو. الكيلو ده بيديني قد ايه سمك؟ نص كيلو سمك، واحد لاثنين. يعني كيلو السمك من 2 كيلو علف او كيلو ونص علف. يعني كيلو السمك فيه حوالي 18 جنيه علف بس. بالظبط كده. بس يعني ده ليه؟ علشان انا بستورده؟ المادة الفعالة او مسحوق السمك زي ما احنا بنقول، اللي هو نسبة البروتين في العليقة، هو ده اللي بنستورده. هل غير الذرة الصفراء؟ هل في امكانية ما الذرة الصفراء دي مشكلة الدواجن واللحمة والسمك كله والسمك كمان الذرة الصفراء؟ يبقى اذا دي اولوية ان احنا نزود من مساحة الاراضي اللي بتتزرع ذرة صفراء. ده برضو في تنسيق وزارة الزراعة، والموضوع ده فعلا محور اهتمام معالي الوزير دلوقتي. في امكانية ان احنا نصنع، ننتج الـ 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 اللي احنا بنستورده من مسحوق السمك، يعني مسحوق المادة الفعالة او المركزات بتاعه العلف. أيوة. احنا ولا ارخصنا ان احنا نستورده؟ هو الافضل ان احنا نستورده، لان برضه دي صناعه مش سهله، لان لازم يبقى عندنا وفره. يعني ممكن سلطنه عمان ممكن دي تبقى الـ 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 البيت الوفره للدول، المركز اللي نستورد منه، لان هو بيجيب من المحيط يبدا يجفف ليه مصانع للكلام ده كله، ممكن يعمل مسحوق السمك ده عنده ويبدا يصدره لكل دول. ده من ضمن الحاجات التكامل الاقتصادي العربي واللي احنا شغالين عليه. هيئه الثروه السمكيه ما فكرتش انها تدخل بالشراكه مع دوله عمان، مع الجهه المسؤوله في دوله عمان، انها تعمل مشروع كده؟ مش الثروه السمكيه، الدول العربيه مجتمعه، ده التكامل الاقتصادي العربي. ان انا بحتاج كل الدول العربيه بتستورد مسحوق السمك. مين اللي ممكن يعمل لها مسحوق السمك؟ عمان والمغرب. هم اللي عندهم القدره التنافسيه والقدره وعندهم المنتج. يعني عمان في انتاج السمك ما شاء الله، والمغرب اولى دولات العربي في انتاج السمك. المغرب بتطل على المحيط وعلى البحر الابيض. فيبقى هم دول اللي عندهم القدره التنافسيه في الانتاج، ويدي بقى مصر والسودان والسعوديه وكل الدول لو اتجهنا لهذا الاغراء. وده من ضمن الحاجات اللي اتناقشت في المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه. انتوا بتستوردوا العلف ده منين؟ احنا بنستورد يعني من جنوب شرق اسيا، بنستورد اللي هي مركزات الاعلاف من جنوب شرق اسيا، بنستورد ممكن الكلام ده برضه في بدانا مع عمان نشتغل وبرضه نستورد الحاجات دي. طب ما دام عمان عندها، ليه بتروحوا جنوب شرق اسيا؟ ليه الان من عمان؟ ما هو مش مكفيني الى الان، هو مش مكفي. هو لسه برضه، لكن في تنسيق بيننا وما بينهم في هذا الامر يعني. وجنوب شرق اسيا طبعا من الدول اللي عندها مخزونات في هذا الامر، وبنستورد مكسبات الاعلاف مركزات الاعلاف دي من هناك. والذره الصفراء طبعا سعادتك عارف مشكلتها الكبرى، لكن برضه بدات الوزاره بتتوسع. نتوسع بس في الاراضي. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس محمود سالم، رئيس الاداره المركزيه للانتاج والتشغيل بالهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه. اسعدتني بوجودك معانا. انا مش مهم عندي انك تقول حاجه، مهم عندي انك تجيب لنا السمك بقى باسعار حلوه. هجيب لك السمك باسعار حلوه وموجود السمك والناس كلها العاملين في القناه والناس اللي شكرا على وجودك معانا. بشكر حضراتكم، وبكره يوم جديد. وبكره هنتكلم بقى عن موضوع اسواق المال والبورصات، ايه اللي بيحصل في العالم وايه اللي بيحصل عندنا في مصر. بكره وبرنامجكم اسواق واعمال. We'll be right back.